هذه السنة أنا متواجدة بمهرجان الناظور للسينما الذاكرة المشتركة كعضو في لجنة التحكيم للفيلم القصير، وسعيدة بزاف بهذا الاشتراك لأنه هذا المهرجان هو مهرجان مميز، دائما كنلقاو فيه شخصيات مهمة ومميزة مكرمة. مثلا السنة اللي فاتت كان الرئيس السابق لإسبانيا، وهذه السنة الرئيس السابق لكولومبيا، وكذلك جد سعيدة باش نتلاقى مع شخصيات كذلك مهمة بلجنة التحكيم من كتاب ومخرجين ومنتجين وسياسيين أو مثقفين. فأنا كنحيي إدارة المهرجان على تميزها لكل دورة، وكنحييهم إنه المهرجان هو في كل دورة كيثبت النجاح دياله، وكنقول لهم بالتوفيق والنجاح المستمر.